طيب انتي اتكلمتي استاذة انجي عن الروحانيات، وصلنا للجزء الخاص بان احنا في الاخر بنوصل ان قانون الكارما مش هيطبق نفسه. حتى لو انت مقتنع بالقانون ده فهو مش الواقع ومش حقيقة. وصلت بينا استاذة انجي في الاخر بتاخدك لان انت ان ترى نتيجة الافعال التي تتعرض اليها في زمن اخر، فليس شرطا ان ترى نتيجة هذه الافعال في الدنيا. يعني ممكن العدالة تتحقق معاك في الدنيا أو تتحقق في الآخرة. وطبعا استعنت برضو بآيتين من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، دي من سورة الطور، والآية الثانية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، دي من سورة الزلزلة. الآية دي فيها خطأ في القرآن، خطأ في الآية، المفروض إنه الصح بتاعها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعتقد يمكن ان الآية حاجة في الطباعة، ممكن خطأ طباعة. هما الآيتين بس اللي مذكورين في الرواية، هي الفكرة كلها الآية الثانية، ثانية واحدة، حرف بس هو اللي ناقص، لكن طبعا احنا عارفين انه ساعات الطباعة مدخل الحروف التحريف بيكون سقطة او حاجة غير مقصودة، بس هو خطأ موجود اعتقد في الطبعه، الطبعه الثانيه ولا الطبعه الاولى؟ دي الثانيه. طيب نفس الطبعه ما حصلش عليها نتداركه تعديلات. طبعا يا ريت تتداركوه بقى، لان ده خطأ جسيم وخطأ كبير جدا. بس انا مش ما يعني هي طبعا عايزه اقول لك على حاجه كمان احلى، الروايه ما فيهاش ولا غلطه، يعني غلطه كتابيه ما فيش ولا غلطه ما شاء الله يعني. لكن هي الخطا طبعا في الايه، فيا ريت تراجعوا النسخ اللي موجوده. راجع النسخ لان دي حاجه طبعا بس عارفه طبعا بتعدي على مراجعين لغويين كتير، طب يعني فما بتخرج مني فمش بعرف الاحق على كل الطبعات. المراجعين طبعا يسالوا فيها مش انت طبعا، لان ما دام في شخص لغوية بيراجع بعد الكاتب، في مراجع لغويه، فهو الشخص اللي بيراجع ده هو اللي يسال. ان انت طول الروايه ما عندكش غير ايتين بس فتغلط في واحدة منهم، ده ما ينفعش. الكاتب سلمك الرواية وانت مسؤول ان انت تراجع بعد الكاتب صحة الكلمات اللي مكتوبة. كلنا بنكتب حاجات غلط، بيجي المراجع او الشخص اللي بيراجع معنا في الروايات هو اللي بيصحح ده. طبعا ان الغلط الرواية كلها صح، بس الآية القرآنية هي اللي غلط. يا ريت يحصل تدارك في الطبعة سواء الاولى او الثانية، تاخدوا بالكم من الموضوع ده. اجمالا رواية انجي علاء رواية خفيفة، رواية تدخل قلبك، رواية سلسة وما فيهاش بقى التعقيد والكلكعة اللي ممكن تخليك كقارئ لسه عايز تقرأ وتبدأ تقرأ ان انت تمسك الرواية فتقرأ صفحتين وتزهق. هي رواية ظريفة جدا.